حتى على الساعه 5 في مدينه مراكش، اللقاء الذي سيديره الحكم سمير القزاز، لقاء سيحسم مصير المغرب الرياضي الفاسي، لان اي نتيجه سلبيه تعني ان المغرب الرياضي الفاسي سيكون في القسم الثاني، خاصه اذا ما انتصر باقي المتنافسين. لذلك المغرب الفاسي مطالب بعدم الهزيمه في هذه المواجهه والبحث عن 7 نقاط قد تكفيه للبقاء او 9 نقاط ستجعله يبقى رسميا في البطوله. الاحداثيه منذ الثلاثاء الماضي والتدريبات تجرى بشكل يومي تحت اشراف المدرب العشبي. فتره التوقف كانت مناسبه لفريق المغرب الرياضي الفاسي من اجل استعاده الانفاس، من اجل اعاده تهيئ اللاعبين خاصه بعد الصدمه التي كانت في التعادل في الدقائق الاخيره امام نهضه بركان. هذا الامر الذي تكرر 3 الموسم، فقد 6 نقاط كانت كفيله ان تجعله الان ضامنا للبقاء. الفريق سيختتم التدريبات يوم الغد في مدينة فاس، على أن يتوجه صباح الجمعة إلى مدينة مراكش. غيابات ستكون لبن كجان بسبب الإصابة، أيضا فترة التوقف كانت فرصة لاستعادة المصابين الكناني وكرارشي، بينما في اللائحة التي ستتوجه لمراكش سيغيب عنها ثلاثي هو الحلفي وبلاكمان وداليبور. هذا الثلاثي الذي تم الاتفاق على إنهاء العقد مع فريق المغرب الرياضي الفاسي. أيضا غياب سيكون لأشرف عن تدريبات فريق المغرب الرياضي الفاسي. المقابلة صعبة إذن تنتظر الماس، المقابلة الذي كما ذكرت الرياضي الفاسي، وإن كان التاريخ يقف إلى جانب المغرب الرياضي الفاسي لأن الوداد البيضاوي خلال 12 مقابلة سابقة فشل في الانتصار الفاسي. إذن هذه أخبار الماس الذي يستعد للقاء الوداد الرياضي للقاء الجولة 28 من البطولة الاحترافية. شكرا يونس وللقاء. شكرا أمجد. نسمع رأيك للصريح ديال مدرب فريق المغرب الرياضي الفاسي محمد الأشعبي. المقابلة ديال الوداد غتكون صعيبة بزاف لأن احنا في واحد الوضعية اللي ما كتشرفش فريق المغرب الفاسي. فريق الوداد البيضاوي حتى هو يعني تعرض للنتائج السلبية اللي حقق في الآونة الأخيرة، يعني غادي تجعلوا أنه حتى هو غادي يكون يعني تيوجد باش علي بالنسبة لهم منوع التهم الخطأ. هذا اللي غادي يجعل من المقابلة واحد المقابلة اللي غتكون يعني فيها بزاف ديال الحيطة والحظاظ، ويعني كي كنقولوا غادي تقدر تطغى عليها جزئيات لأن فريق الوداد البيضاوي حتى هو كيقول لك مجروح، فريق المغرب الفاسي نفس الشكل، غير هي الوضعيات مختلفة. فريق الوداد كيلعب على اللقب، حنا كنلعبوا من أجل تفادي النزول. هذا غادي يجعل من المقرر على يعني الوضعية ديال الفريقين، فالمغرب الفاسي ولا الوداد البيضاوي ولا مع الرجاء البيضاوي تتعرف بلا من المستوى الكبير، خاصة حيت يكونوا يعني الفرق بجوج كيتلاقاو سواء مع يعني قطبي الضرب إلى الوداد ولا الرجاء. وهذا اللي غادي يجعل من المقابلة يعني مقابلة كبيرة إن شاء الله بغض النظر عن الوضعية اللي فيها الفريقين. وكنتمنى يحالفنا الحظ تكون نتيجة إيجابية إن شاء الله اللي تخلينا من المقابلات الجاية تكون بواحد الكلمة.